طب يا جماعه انا هستأذن بقى، انا حاسس ان انا عامل زي العزول بينكم يعني. لا ابدا يا استاذ عمر، والله انا لازم امشي عشان انا اتاخرت. والله ما انت متحركه، انا كده كده كنت جاي بارك لكامل على الصاله، بس شكلي هبارك له على حاجه تانية قريب. استناني اوعى تنام، اصل انت وحشني قوي. انت هتقول لي يا كامل عشري قوي. تشرفت. ميرسي. الحمام يا خال، الحمام. الحمام؟ الحمام بتاعهم. انت لويت يعني؟ اه بتاعهم. طب بقول لك ايه، هروح بس احط لك المشروب واجي اخدك على طول. سموه الشيخ رهف. اكل العيش. هم بقى بيسموه اكل عيش؟ فين الحسن؟ اه حلو قوي. بصي دي كمان جميله. دي ايه دي؟ جلابيه؟ تسلم ما جايبك يا عمر. ربنا يخليك لينا يا عمر. بص شايف اخويا حبيبي جايب لي ايه؟ يا سيدي يا سيدي طبعا، ما احنا اللي على الحجر. ده مش هنا خالص. خالص. وتفضل يا عم انت كمان. انا؟ اه يا رب بس يطلع ماسك. ما شاء الله، لزومها ايه بس المصاريف دي يا عمر؟ انت جبت فلوس منين الكلام ده كله؟ شكلك اشتغلت بالمخدرات يا عمر. مخدرات؟ الملف السعدي يا ابني. ياما بضحك معاه. بقول لك ايه؟ عايزك في كلمتين على جنب. سر عن امك واختك. يا عم كلمتين رجالي. يلا يا اخويا يلا. على اذنكم يا بنات. اتفضل اتفضل. ها؟ ما قلتليش ايه رايك؟ ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي ماشي. الحته اللي كانت معاك ها؟ حته. حته ايه؟ يا بتحترم نفسك، دي هتبقى مرات اخوك. مرات اخوك؟ ايه ده؟ اوام كده؟ وانت لحقت ترجع من السفر عشان تلحق تعرفها؟ ولا كنتش كنت عارفها من العراق كامل؟ لا عراق ايه؟ دي زبونه في النادي، شفتها وتعرفت عليها. يعني ما تعرفهاش قبل كده؟ لا. طب وازاي يا كامل؟ مش تعرف اصلها في اصلها قبل ما تتجوزها ولا ايه؟ يا عم هو ابوك كان يعرف امك قبل الجواز. ايوه يا كمال، بس دي مش امك ولا ده الزمن. هي ما عجبتكش ولا ايه؟ يا عم انا لحقت اشوفها، انا شفتها دقيقه، هتعجبني امتى؟ ممكن اسالك سؤال شخصي؟ شخصي؟ كامل انت اخوي. سبت مراتك ليه؟ انت مش عارف اسمها؟ مش فاكر، انت قلت لي على اسمها بس نسيت. اسمها حياة. حياة صح. سبت حياة ليه؟ مش انا اللي سبتها. هي اللي طلبت الطلاق يعني؟ هي ما طلبتوش. هي سابت البيت ومشيت وخدت علي معاها. وحلفت ما هيراجع تاني غير لما اجيب لها شقه وباسمها كمان. طب وليه ما حدش حاول يصلح ما بينكم؟ امك حاولت تمنعها وهي خارجه، شتمتها وزقتها وقعتها على الارض. ينفع تدخلها بيتك تاني دي يا كامل؟ لا طبعا. انت كنت تعرفها قبل الجواز؟ بسنه. ولعلمك كانت بتيجي البيت تساعد امك في الغسيل وتنظيف البيت. كانت واحده تانيه خالص قبل الجواز يا معلم. شفت؟ يعني مش شرط انك تبقى عارف اللي هترتبط بيها قبل الجواز عشان تطلع زوجه صالحه. انا ما قلتش انه شرط يا كامل، بس على الاقل يعني نعرف دي مين، بنت مين، عشان ما تطلعش زي البت اللي عامله خليجية عندكم في البلياردو. مين دي؟ سمو الشيخ رهف. سمو الشيخ رهف. طب لعلمك بقى، دي لا سمو ولا شيخه ولا اسمها رهف. حلو. نوى سيد اسماعيل الشهيره بنوها عرفات، عندها 41 سنه، عندها بيوتي سنتر وساكنه في جاردن سيتي ومتخصصه في المساج. لا ما واضح. العربيه اللي راكباها شاريها من ورا ست ربيع محمود رمضان ولسه ما سجلتهاش، عشان كده لما كشفنا عليها في المرور لقيناها لسه متسجله باسمه. ودي ايه اللي وداها اليونان؟ هي متعوده تسافر اوروبا تجيب مستحضرات تجميل من هناك. وهي سافرت قبل كده ولا دي اول مره؟ هنبعت نجيب يا فندم شهاده تحركات متجوزات. عندها كاميرات في البيوتي سنتر بتاعها؟ هنبعت نشوف سيادتك. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ هو أنت جاوبتني على الأولانية لما هتسألني في التانية؟ اتفضل. بعد إذنك يا فندم. في فوج من إسرائيل لسه واصل يا فندم. أنا مش عارف إيه المحبة الزايدة اللي ظهرت فجأة دي. تعليمات سيادتك. يا جيهان، هيكون إيه تعليماتي يعني؟ هتاخديهم تعزميهم على العشاء؟ مراقبة 24 ساعة في الـ24 ساعة. اتفضلي. حاضر يا فندم.
يا هشام، في حد ظهر ورا عمر؟ معلش يا باشا، كده كان في سؤال رفيع كنت عايز اساله لسيادتك. الكاميرات اللي احنا بنستوردها بنجيبها منين؟ من الصين. ليه؟ طب يعني لو فيها اساءة ادب مني، احنا بنجيب الحته بكام؟ انت بتسال السؤال ده ليه؟ يا باشا، من باب العلم بالشيء. باب العلم بالشيء. هتستفيد ايه يعني لما تعرف انا بجيب الحته بكام؟ انت ناوي تشاركني ولا ايه؟ مش دلوقتي يا باشا. نعم يا اخويا؟ يا باشا بهزر مع سيادتك. الموضوع ما فيه، ليا واحد صاحبي معرفه جاي له شويه كاميرات من بره، فكنت عايز اعرف يعني احنا بنجيب الحته بكام عشان لو سعر المعرفه ارخص نعمل مصلحه. مصلحه؟ بص يا حبيبي، انت تجيب لي المعرفه ده لحد هنا، اقعد انا وهو نتكلم، اصل ما بحبش حد يبقى في الوسط. الوسطاء يمتنعون. الوسطاء ايه؟ يمتنعون يا برنس. برنس؟ يمتنعون يا باشا. يا باشا اتفضل. عن اذن سعادتك. اتفضل. غريبة، يعني ما سألتنيش حد سأل عليا يا هانيا؟ مين اتصل؟ مطعم المقطم بتاعنا اتصل وسألني إذا كنا عايزين نحجز الترابيزة الفردين النهاردة على العشاء. طب ما تروح. هما مين دول اللي يروحوا؟ انتوا الاتنين. عشاء ايه؟ وسهرة ايه؟ وجمال ايه؟ صحة حبيبي. واحد من الفوج الإسرائيلي عمل نفسه عيان وتخلف عن رحلة الفوج للهرم. بعد الظهر نزل وراح الصيدلية دي وطلب إن هو ياخد حقنة. لا، ألف لا بأس عليه. ولما عملنا تحريات عن اللي اداله حقنة طلع اسمه صالح عبد الباقي، أرمل وعنده بنتين، بيشتغل بعد الظهر في الصيدلية بيدي حقن، والصبح موظف في دار المحفوظات. جماعة دول مش هيحمدوا بقى، مصرين بالعافيه يثبتوا ان ليهم جذور في مصر. حلم النيل الفرات يا فندم. تمام انت يا جان. تمام عليك. نادر. ايه يا فندم؟ هات الراجل اللي اسمه صالح.